في الفيديو ده هتكلم عن السب اراكنويد هيموريج. وافتكر كده معايا كان في الاستروك اللي هي الجلطه او السكته الدماغيه، كان بيقول لك عندي منها نوعين، يا اما سكيميك ستروك او هيموريجيك ستروك، يعني يا اما حته من المخ تموت بسبب سادات الشريان، او حته تانيه او سبب تاني حته من المخ هتموت بسبب نزيف. طب حته من المخ هتموت بسبب نزيف ازاي؟ يعني ازاي الكلام ده يحصل؟ بص انا عندي حته من المخ اهو، وده الشريان اللي رايح لها. طيب اقطع لي كده، اعمل لي نزيف، وبالتالي الدم اللي كان رايح يعمل سبلاي للحته ديت اللي هو الدم اللي فيه ايه؟ اكسجين وجلوكوز ما عادش رايح. او السبب التاني ان الدم اللي طلع ده هيعمل تجمع دموي فيما تعرف باسم هيماتوما، هتعمل لي كومبريس على الكورتكس، وعلى حسب المكان اللي ضغط عليه هتعمل لي كلينيكال بيتشر. طيب يعني لقيت بقى السب اركنويد هيمورج بالكلام ده، اول حاجه اسمها ايه؟ اسمها سب اركنويد هيمورج، يعني النزيف هيحصل في حته اسمها السب اركنويد. بص انا عندي اهو البرين اهو متحوط على طول ببيا، بيا مسمر، وبعده اراكنويد، وبعده الديوره. الفراغ ده اهو اسمه السب اركنويد، هو مليان ايه؟ طبيعي مليان سي اس اف. طيب وعشان عندنا في السب اركنويد هيموريدج ده نزيف، يعني بس يعني هيحصل عندي هنا مش هيبقى السي اس اف بس، لا هيبقى في سي اس اف ومعاه بلد. طيب يبقى الديفينيشن عندي قال لك هيبقى هنا sudden flooding of subarachnoid vessels arterial blood. شوف الصوره دي، انا عندي subarachnoid space هنا اهو، في بلد، في هنا arteries اهو. اول ما يحصل هنا الارتري ده يحصل له مثلا رابشر او وات ايفر الكوز اللي لسه هنتكلم عليه بعد كده، هيحصل هنا البلد هيروح هنا، وعلى حسب بقى البلد ده ممكن يعمل كومبريشن للكورتكس وهيعمل لي كلينيكال بيكتشر. المهم يبقى انا عندنا الديفينيشن هنا، اول حاجه بيقول لك اللي هو صار فلودنج اوف سوبر اكنويد سبيس وذ ارتيريال بلاد. بس خلي بالك من كلمه، هو قال لك ايه؟ ده مش اي بس كده بلاد وحصل له طلع كده في السبيس، لا قال لك صار فلودنج. الكلمه دي هحتاجها بعد كده في الكلينيكال بيكتشر. ليه؟ لان اصلا ده بيقول لك ارتيريال بلاد. طيب هيقول لك بعد كده ان انا يعمل لي النزيف ده اللي هيخلي بدل ما عندي سي اس اف بس في السوبر اكنويد سبيس ده، لا ده هيبقى عندي بلاد وسي اس اف. خلي بالك بقول لك بلاد مع سي اس اف، يعني مش حاجه بس مش بلاد بس، لا مع سي اس اف. طيب قبل ما اتكلم عن الايتيولوجي عشان اسهل الموضوع شويه، اللي يعمل السوبر اكنويد هنرجع بس كده ايه، هنروح لاورجن تاني اللي هو اللنج. انا عندي اللنج مثلا وعايز اعمل فيها نيوموثوركس، عشان اعمل نيوموثوركس عايز هواء يدخل للنج جوه، يبقى عندي حاجتين ممكن يعملها لي، لإما تكون تروما، يعني ايه؟ يعني مثلا جالب بوس مثلا وقام رايح كده من بره وقام مدخل هواء من جوه من ثوراس الكيج، هيعمل لي ايه؟ هيدخل لي هواء جوه هنا ايه؟ في البلور سبيس. طيب او السبب الثاني ان البتاع الالفيولاي ديت هيحصل لها سبونتينيوس رابشر وات ايفر الكوز، يبقى عندي يا اما يكون تروما ودخل لي هواء في البلور سبيس، او يكون عندي سبونتينيوس رابشر لايه؟ الالفيولار. هنا هنرجع تاني للمخ نفس الاسباب بالظبط، اللي هو قال لك ان انا عندي الاسباب يا اما تكون سبونتينيوس او تروما، يعني يا اما خبطه وخلى الدم ينزل في السوبر اكنيود سبيس او يكون سبونتينيوس. طيب انا بقول لك خبطه على الدماغ، طيب الاكثر احنا هنا اهو في الصوره دي، اما يعمل خبطه على الدماغ مين اللي هيتاثر؟ الديوره ولا الاركنويد ولا البيا؟ الاكثر على طول اللي هي اقرب للخبطه هي الديوره، وبالتالي يبقى الموست كومون في التروما يبقى هو سب او اكسترا ديورال هيماتوما. طيب يبقى انا عندي هنا الموست كومون سبب للسب اركنويد هيمرج هو السبونتينيوس. طيب السبب عندنا في السبونتينيوس ده الا يعمل سبب سبونتينيوس سب اركنويد هيمرج هيختلف على حسب السن. لو انت كبير يبقى السبب عندي انيوريزم، ولو انت صغير يبقى السبب عندي انجيوميتاس مالفورميشن. طيب ايه الانيوريزم ده؟ الانيوريزم ده عباره عن حته من بلاد فيزل، حته من جدار الشريان بقت فيري كومبلاينس، يعني بقت زي البالونه كده، فكونت بالون لايك دايلاتيشن. طب وايه اللي يعمل لي كده؟ قال لك اول سبب واشهر سبب هو الاثيروسكلروزيس. ليه هيعمل لي كده؟ لان عندنا بيحصل في الاثيروسكلروزيس بلاد فيزل وول ديجنريشن. شايفين الشجره ديت؟ كان المفروض الحته دي مثلا تبقى كلها سموث كده مع بعضها، بيحصل ديجنريشن، فالديجنريشن ده هيخلي البلاد فيزل وول بقى ويك، فيحصل بالون لايك دايلاتيشن. تاني سبب عندي يعمل لي انيوريزم
قال لك مكتوب ايه؟ يعني اسكلروزس واشهر سبب ممكن عندي مايكوتيك. المايكوتيك دي اللي هي ايه؟ انفكشن جاي من الهارت، مثلا حصل انفكتيف اندوكاردايتس في الهارت، فبعدت فيجيتيشن عملت برضه خلت الارتري يبقى ضعيف وعملت لي ايه؟ دايليتيشن. طيب او ممكن يبقى كونجينيتال. كونجينيتال عموما هيبقى معاه انيوريزم. ايه الفرق بين الكونجينيتال انيوريزم والانجيوماتوس مالفورميشن؟ في الصوره دي هتوضح الكلام. ده الانجيوماتوس مالفورميشن وده الانيوريزم. الانيوريزم يعني هو موجود اساسا اوريدي وعنده انيوريزم. بيقول لك ان الانجيوماتوس مالفورميشن ده ابنورمال ليش بلاد فيسل اتلخبطت كده. المهم يعني يبقى كده خلصنا الديفينيشن وخلصنا ايه الايتيولوجي. يبقى خلصت اللي فات ده كله. انا عندي سبارتنويد هيمرج ده هو ايه؟ صدم فلودنج للبلاد. لاما اشهر سبب عندنا هو الانيوريزم، والسبب بتاعه لاما يكون اثيروسكلوزيس او كونجنتال او مايكوتيك. بس كده. طيب ايه بقى الكلينيكال بيكتشر؟ ايه العيان هيشتكي من ايه؟ اولا لان الانيوريزم هي اشهر سبب هتعمل لي سبارتنويد هيمرج، فتخيلها معايا وانا بتكلم على طول. طيب في الاول هقسم الكلينيكال بيكتشر على حسب السايز بتاع الانيوريزم. الكلام ده مش واضح في الكتاب هنا. لو كانت انيوريزم دي صغيره ممكن ما يشتكيش من حاجه، هعرفها اكسيدنت باي اكسيدنت في السي تي مثلا برين. لو كانت كبيره ولسه ما حصلهاش ربشه، لسه ما فيش سبراكنيوريد هيمرج حصل، هيحصل لي عندي حاجه اسمها بريموتورنج سيستم سيمبتومز يوجوالي ابسنت بات كان اوكير ان ذا فورم اوف. قال لك هيحصل بريوليك هيديك، هيحصل الكرنت اوكسنبليجيا، هيحصل سيجر. ليه الكلام ده؟ انا عندي الانيوريزم لسه ما حصلهاش ربشه بس اوريدي هي كبيره، عاملها كومبريشن، عامل بريشر على حواليها. يبقى انا عايز اعرف المكان اللي هي هتكون موجوده فيه واقول لك هيحصل ايه. اولا افتكر اهو من الصوره ديت اهو، لو كان هنا في لو كان هنا في مثلا الهيمورج حصل هيعمل كومبريشن على الكورتكس فيعمل لي هيدك. وده لو في هيبقى احط في الديسكريبشن القصص ديت، الناس حصل لها سوبراكنيوت هيمورج وبعدين خفت. قال لك الحاجات اللي هي كانت بتشتكي منها اللي هو هاد نيومرس هيدك. الهيدك ده نتيجه لان البلاط اتجمع في السبراكنيوت وعمل كومبريشن على الكورتكس، فبيبقى عندهم حاجه اسمها اللي احنا قلنا عليها البريوليك هيدك. طيب ايه اللي الكرنت اوف سينجليجيا ديت؟ عندنا في اللي في اثنين اصلي البلاط سبلاي بيعملوا سبلاي للمخ اللي هو الانترنال كاروتيد، وعندنا ورا الفيرتيبرو بازل. الانترنال كاروتيد ده طلع اهو هنا في الكافيرنا ساينس. لو عمل حصل فيه انيوريزم هيضغط على النيرفز اللي موجوده جنبه، والنيرفز ديت هي اللي راح هتغذي الاوكولار ماسل، فيحصل عندنا اللي هو مكتوب الريكورنت اوف سينجليجيا، وبرضه الكومبريشن ده ممكن يعمل لي سيجر. طيب دلوقتي قلنا ان لو هو صغيره مش هيعمل لي حاجه، ولو هي كبيره بس لسه ما حصلش ربشر هيعمل لي بريموترنج سيمتومز دي. طيب اما يحصل ربشر بقى، الربشر ده مش هيجي كده ببساطه، لا قال لك هيبقى صدم، وكمان هيبقى معاه برسبتيد باي فيزيكال سترين او سترين. برضه في القصص اللي موجوده هيقول لك ان هما لسه رايح السون از، هي دي كانت واحده بيقول as soon as the sun hit my neck that something was wrong. It felt like a white hot poker was being driven up each side of my brain stem. يعني بيقول لك ان هي كانت ساعه ما راحت على طول وقفت في الشمس زي ما يكون كده حاجه خبطت راسها من ورا. فالانصت بتاعها من الكلام بتاعها ده بيكون صدم، وبيكون معاه لا اما فيزيكال ستريننج او مش هيحصل كده مره واحده، هيبقى صدم. تمام. طيب انا دلوقتي عندي حصل ربشه للانيوريزم ده، وافتكر ان في الديفينيشن قلت لك اللي هيبقى صدم فلودنج اوف ذا سوبرابنيد سبيس وذ ارتيريال بلاد. طيب يبقى انا عندي اما يحصل ربشه اول حاجه البيشنت هيشتكي منها هي الصداع. الدم ده مره واحده وقام رايح في السوبرابنيد هيعلي مره واحده الانتركرينال بريشر ده. وفي الديفينيشن قلت لك صدم فلودنج يعني فيضان الدم. الصداع ده هيبقى الورست هيديك اكسبيرينس باي ذا بيشنت، هيقول لك ده أسوأ صداع مر بيا في حياتي. طيب الصداع الشديد ده بيوصل للماكسيمم بتاعه في 5 ثواني، عشان كده انا قلت لك ان الانصت هيبقى صدم، مش هو بس صداع كده وجامد، لا الصداع هيبقى ماكسيمم على طول. تمام.
يبقى بنروح هنا للكلينيكال بيكتشر. اول حاجه ان البلط ده ساعه ما نازل في السبارجنويد هيعمل لي انكريز الانتراكرينال بريشر، هيحس بالصداع، الصداع ده بيكون سيفير، بيكون الورست هيدك. تمام. بعد كده الانكريز انتراكرينال بريشر ده هيضغط على الكورتكس، فممكن يخلي وحسب السيفيرتي بتاع الصداع ده ممكن يدخل في كوما. ومعظم القصص برضو اللي هنا الستوريز ذا لاست ثينج اي ريمبر دخل في كوما، وهنا برضو قالت ايه المهم برضو اللي هي كانت دخلت برضو في كوما وتفضل. يبقى من الزياده الشديده في الرابيدلي انكريزنج انتراكرينال بريشر ده هيعمل لي هيدنج، هيدخلي في كوما، هيعمل لي كونفالشن مكتوب نوت كومن، وممكن يعمل لي فوميتنج اور نوت كومن. ليه؟ لان الصداع ده بيكون فيري سيفير، هيدخل على طول في بريتيكارد، هيدخل في كوما. تمام. طيب يبقى ده عشان البلد نط مره واحده من البلد من البلد فيزل للسبارتنيد هيمورج، ومش نط بس كده، لا ده فلودنج، فتحت ارتري مره واحده. طيب بعد كده انا قلت لك ان البلد ده مش هيبقى لوحده بس في السبارتنيد سبيس، هي معاه بلد وسي اس اف، فاينما يذهب السي اس اف هيذهب البلد. عشان كده والسي اس اف ده موجود فين؟ موجود في المينجيز، ولو لنا المينجيز ديت موست سنسيتيف لاي فيها بين ريسبتورز موست سنسيتيف، فقال لك اول حاجه هيعمل لي مينجي اريتيشن، يعمل ستريتش. انت كان عندك سي اس اف ضفت كمان معاه بلط، يبقى في ستريتش، يبقى هيعمل لي مينجي اريتيشن. طيب نسيب دلوقتي المينجي المانيفستيشن بتاع المينجي اريتيشن دي. تحت بيقول لك ايه هيحصل بين في الباك واللور ليمب. طب عند الزيت حصل فوق في البرين، ايه اللي هيعمل البيت في الباك واللور ليمب؟ قلت لك دلوقتي ان السوبر اكنويد هيم سبيس ده بقى عاش فيه السي اس اف بس، بقى فيه بلد. طيب البلد ده هيعمل ايه؟ هيعمل ستريتش، واينما يذهب السي اس اف هيروح معاه. السي اس اف طبعا هينزل تحت في عند الكودا اكواينا، هيعمل زي ما حصل فوق ستريتش، هيعمل تحت ستريتش، هيعمل لي اريتيشن، فهيعمل لي بين في الباك واللور ليمب ديو تو اريتيشن اوف ذا كودا اكواينا. طيب ايه المودل البايلكسي ده بقى؟ انا عندي البلد طلع في السي اس اف، بيقول لك هيحصل له لايسيس بعد حوالي اول 24 ساعه هيبدا يحصل له لايسيس. اللايسيس ده هتطلع بايروجين، ده اللي هتعلي لي التمبرتشر، يعمل لي مودريت بايركسي. طيب بعد كده بيقول لك فيه ممكن نعمل فانجس اكزامينشن، ممكن يشو سلايد بابليديما وريتن هيمرج. افتكر ان انا عندي اوبتيك نيرف ده متحوط من المينجيز، يعني في ديوره وفي فيبيه وفي ديوره وفي سبارجنويد. يعني لو في البلد حصل سبارجنويد هيمورج ممكن يحصل اشوف الريتن الهيمورج، البلد اللي كان في سبارجنويد هيمورج هنا في البرين هيبقى موجود هنا، لان الاوبتيك نيرف ده متحول من المينجيز. طب امال ايه السليب اللي دي ماديه دي؟ ممكن يا اما عشان حاجتين، يا اما عشان زياده الانتراكرينال بريشر ده هيعمل لي اكيد بليديما، هيرشح الضغط الزياده ده هيعمل هيرشح ميه يعمل لي بليديما، او من الريتان هيموج. تمام. يبقى احنا دلوقتي قلنا اول حاجه اكسبيرينس باي ذا بيشنت لو ما دخلش في كوما هي الهيدك، وهيبقى سيفير وهيبقى اجونايزنج سبليتنج، والبين ده ممكن يسمع في رجليه وفي ظهره. ليه؟ لان عشان هيعمل اريتيشن للكودا اكواينا، ولو شفت عينه هتلاقي فيها سلايد بليديما وريتان هيموج. تمام. سيفير يعني هو برضه هنا في القصه هتقول اللي هي حست اللي هي مش طبيعيه، وبتقول اللي كانوا واقفين معاهم مسكوا ايديا، كل الحاجات ديت عشان انكريز الانتراكرينال بريشر هيغير الستيت اوف كونشسنس وممكن يدخل في كوما. طيب ايه بقى المانيفستيشن اوف مينجي اريتيشن؟ طيب انا عندي حصل البلاط دخل في السبرافيل سبيس هيعمل لي ستريتش ويعمل مينجي اريتيشن. في اثنين ساين هيبقى الكيرنج ساين والبرزونوسك ساين. انا عندي ال سي اس اف والبلاط اللي موجودين ده هيعملوا اريتيشن للموتور والسنسوري فايبر اللي طالعين من السبينال كورد. الموتور هيعمل لي ايه؟ نيك ريجيديتي وبوزيتيف من الجي اريتيشن ساين. الكيرنكس ساين دي بقى هي ايه؟ بيقول لك ان الكيرنكس ساين ديت هو البيشنت عندي رجله هتبقى الهيب عندي فليكسد والني فليكسد، هاجي اعمل له الني اكستنشن مش هيعرف هيعمل يبقى في بين. ليه؟ لان كمان لما اعمل اكستنشن كده هيعمل كمان استريتش واريتيشن للكودا اكواين هنا، فهيعمل لي مور بين، فمش هيعرف يعمل اكستنشن. امال ايه البروزوسك ساينس دي بقى؟
برضو البيشنت سوباين والنك عامل لها فليكشن، اللور اكستريمتيز لوحدها هتقوم اكستنشن عشان تريح الاسترتش اللي حصل هنا. تمام، يبقى دي حاجه اسمها مينجال ساين. طيب يبقى انا دلوقتي خلاصه اللي فات ده كله على حسب الانيوريزم، لسه السايز بتاعها صغيره مش هعرف، يبقى مش هتعمل لي حاجه. لو كانت لسه كبيره بس ما حصل لهاش ربشر هيعمل لي بريودك هيدك وريكارنت اوكسينولوجي على حسب المكان بتاعها. لو انترنال كاروتيد هيعمل لي ضغط على النبز اللي جنبها وممكن يعمل لي سيجر. والهيدك ده احنا قلنا لان الكومبريشن، وقلنا قصص الناس اللي حصل لها سوبر اكنويد كان على طول عندهم ايه بريودك هيدك. طيب وانس حصل انها ربشر هيبقى الربشر ده صادم لان ده ارتريال بلاد راح في السوبر اكنويد سبيس. طيب والبلاد ده بس مش لوحده، هيبقى معاه سي اس اف. اول حاجه هيحسها هي الهيدك لو ما دخلش فين في كوما. طيب واينما يذهب السي اس اف هيروح معاه فيعمل لي بين في الباك وفي اللور ليمب. طيب وفي العين هيعمل لي بابليديما وريتينال هيمورج لان الاوبتيك متحوط ب مينجيز. تمام، واللي قلنا المانيفستيشن بتاعتي مينج اريتيشن. طيب امال ايه الفوكال مانيفستيشن دي بقى؟ الفوكال مانيفستيشن افتكر اني قلت لك هنا اهو اهيت ان البلد لما يطلع هيعمل لي هيماتوما فيعمل لي وات از كولد فوكال مانيفستيشن. على حسب ان البلد ده اتجمع في حصل نزيف فين في انهي ريجون في البرين هيعمل لي هيماتوما. طيب والكلينيكال بوستشر بقى انت على حسب السايت. يبقى مكتوب هنا اهو الكرينيال نيرف بولسز اللي هو اوكيولار نيرفز وفيجوال بصويه ديو تو اكيوت كومبريشن، يعني التجمع ده هيعمل لي كومبريشن فيعمل لي كرينيال نيرف بولسز. ولو كانت مثلا التجمع ده بقى الانيوريزم حصل في الفيرتيبرو بازر اللي بيغذي عندي البرين ستيم والكلام ده هيعمل لي برضه مانيفيزيشن بتاعتها. امال مكتوب عندي هنا هيعمل لي هيمبليجيا، الهيمبليجيا ده هتحصل ليه؟ او ممكن يعمل افيزيا. بيقول لك لان في عندي اما يحصل هيموريج اما يحصل البلد يطلع من الارتري بيبقى معاه ريفليكس فاسوس بازم عشان يقلل كميه النزيف. دي اول حاجه المفروض تحصل اما يحصل نزيف في الموجوده برضو خدناها في الهيماتولوجي في البلد، ان اما يحصل نزيف بيبقى معاه على طول ايه فاسوس بازم. عشان كده هيحصل ايه هيمبليجيا، البلد كمان هتقلل كمان، يعني انت قللت البلد اللي رايح اوريدي بالنزيف. يعني احنا قلنا هنا اهو احنا قلنا انت اصلا البلاد اوريدي قل، فكمان لما تعمل كمان فاسوس بازل يعني هتقلل البلاد كمان فهيبقى معاه هيعمل لي ممكن ياثر على الحته دي كمان ويعمل لي هيبليجيا او افيزيا على حسب طبعا الهيموريج حصل فين. يبقى كده خلصنا الكلينيكال بوتشر. ثانك يو. طيب دلوقتي هتكلم عن الانفستيجيشن، بس معلش انا عارف انك اتكلمت على الكلينيكال بوتشر كتير شويه، بس اخر حاجه فيها بيقول لك ان الاستيفنس اللي بيحصل في الهيد ده الستيب ده بيحصل في النك ده نتيجه ان الانفلاميشن بروسس للبلد مش لازم على طول تيجي immediately after the bleed، تبقى عايزه وقت من 3 ل 12 ساعه عشان تحصل. وكمان انا قلت لك ان البيشنت من زيت الانتركرينال بريشر ده ممكن يكون في كوم فمش لازم هتظهر فيهم. يعني الخلاصه ان مش لازم الاقي النك ستيفنس مع السوبر اكنويد هيموريج، ممكن تظهر متاخر او ممكن ما تظهرش وهو فين في كوم. ندخل بقى في الانفستيجيشن. قبل ما ادخل كده في الانفستيجيشن برضه عايز اقول لك حاجه ثانيه، ان بيقول لك ان الحاله دي ان السابر اكنيج هيموريدج بيحصل لها انسسمنت في الامرجنسي. ده هيبقى مين؟ هيبقى بيشنت جاي لي مع السيفير هيدك مش كده وبس، لا ده بيقول لك كمان صدن اونست. يعني الهيدك ده مش هياخد له مثلا اسبرين وهيرتاح وكده، لا بيكون سيفير هيدك انا قلت لك هيوصله في كوما مع صدن اونست. تمام؟ قال لك بقى نعمل له انفستيجيشن ايه؟ قال لك اول حاجه هعمل له سي تي. قال لك السي تي ديت برضه هنا شوف التكست ده. قال لك اول حاجه ان كيس اوف سسبكتد سبرانيوم هيموريج ا برين سي تي سكان وزود كونتراست از ذا فيرست اكزامينيشن ذات ماست بي برفورمد. يبقى اول حاجه هعملها له هعمل له برين سي تي. طيب بس قال لك لان السي تي لو في دم هيقول لي ووضح دم خلاص يبقى ده عملت سي تي ولقيت ان سي تي نتيجته ان في دم خلاص يبقى ده 100% عنده دم. لكن لو كان النتيجه نيجاتيف هيبقى نيجاتيف ب 90%، يعني ممكن يبقى لسه 10% يبقى هو عنده بس هيقول لي اللي هو نيجاتيف.
فاهم يعني ايه؟ يعني عملت الاشعه خلاص السي تي والايه طلع نيجاتيف، ده دم يبقى هو 100% عنده دم. طيب طلع نيجاتيف، ما اعرفش انا يعني عندي في كلينيكال برزنتيشن جاي لي بصداع ومش عارف ايه والكلام ده اللي احنا قلناه في الكلينيكال بيكشر، بس السي تي طلع نيجاتيف. لا هنا هعمل بقى حاجه تانيه، هعمل ايه؟ قال لك اهو if the CT scan finding are negative and the clinical suspension is high هعمل lumbar puncture، هاخد سي اس اف. تمام، يبقى هعمل سي اس اف امتى؟ هعمل سي اس اف لو هو كان مكتوب لو السي تي ان افيلبل او كانت النتيجه بتاعت السي تي نيجاتيف. تمام، طيب دلوقتي انا عندي هعمل سي تي اول حاجه وبعدين سي اس اف. السي اس اف ده هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه اكيد الديجريديشن بتاعت ايه؟ البلد. يعني مثلا عندي البلد هيطلع في السي في السبراتنويد سبيس هيحصل له ديجريديشن، لما هلاقي مثلا البلازما بروتين، لما هلاقي البيلروبين، هي ديجريديشن بتاعت البلد. طيب واكيد السي اس اف بريشر هيبقى عالي. طيب بس حاجه، في حاجه بقى بيقول لك ان هيبقى نورمال شوجر وكولرايد، معناها ايه؟ معناها ان مفيش حاجه بتستهلك الحاجات دي، مفيش بكتيريا يفرق لي بينها وبين المنجيتس. تمام، بس في حاجه في السي اس اف، خليك معايا. بيقول لك اما اعمل لمبر بنكشر المفروض اعملها على الاقل بعدها بست ساعات، او يبقى احسن بعدها ب 12 ساعه من سبب الهيمورج. ليه؟ قال لك لانك لو عملتها ايرلي لسه البلاط ما حصلوش لايسز، فمش هعرف افرق بين هو الدم ده عشان اللي طلع في السي اس اف عشان انا دخلت الحقنه وانا باخد لمبر بنكشر، ولا عشان اساسا في سبب الاركنويد هيمورج. تمام؟ طيب وهنا برضو قال لك ايه؟ قال لك ان ان سي تي سكان لو اخرته بعد مده هيحصل ايه؟ الضغط هيحصل له ديجريديشن وهيبقى ديليوشن، فمش هيظهر في السي تي، هيبقى نيجاتيف. فالوقت ده بقى هو اللي اعمل فين؟ في ايه؟ اعمل في لابر بانكشر. يبقى اول حاجه البيشنت جاي لي هعمل له سي تي سكان، ما طلعش هعمل له ايه؟ لامبر بانكشر. والسي تي هيحصل بعد 24 ساعه الوضع يحصل له ديجريديشن فممكن ما يظهرليش، هبدا اعمل في ايه؟ اعمل في لامبر بانكشر سي اس اف اكزامينشن. تمام؟ طيب قال لك تاني حاجه، اخر حاجه بيقول لك هنعمل انجيوجراف. ليه الانجيوجراف دي؟ الانجيوجراف ديت هعملها انا خلاص اساسا بالمكتوب هنا تو لوكلايز ذا سايت اوف انيوريزم اور انجيوموتس مالفورميشن، هي دي بالمناسبه الانجيوجراف اهو، شوف هيوضح لي الانيوريزم، هيوضح لي الانجيو مالفورميشن، ومكتوب عليها هنا اللي هي ايه؟ فور فيسل انجيوجراف، هيوضح لي انت يعني هتعمل لي هيكون الفيو بتاعها انترو بوستيريور ولاترال وورديك، هيوضح لي جميع الفيزن اللي موجوده بحيث اشوف فين الانيوريزم، فين الانجيوموتس مالفورميشن، هيوضح لي من كل الفيو. تمام؟ يبقى كده عملنا اول حاجه سي تي وبعدين سي اس اف وبعدين انجيوجراف. ليه بقى هعمل انجيوجراف ديت؟ بيقول لك عشان احدد مكان اللوكيشن بالظبط، لو انا هدخله مثلا سيرجري وعايز اعرف المكان ده اكسسبل ولا لا للانيوريزم او وات ايفر الكوز، هعمل انجيو اهو ايدنتيفيكيشن لوكيشن اوف ذا بليدنج ديجيتال انجيوجراف هاز بين اولويز كونسيدرد ذا جولد ستاندرد فور ايدنتيفاينج ايه ذا انيوريزمال سايت اوف ذا بليدنج. بس كده يبقى كده عملنا انفستيجيشن، بعد كده هنتكلم على التريتمنت. تمام، دلوقتي نكمل بقى ونتكلم على التريتمنت. دلوقتي انا عندي بيشنت جاي لي بصداع، بيشنت جاي لي بانكريز انتركرينال بريشر، جاي لي بالبرين بتاعه بيسبح في بلاد. في الاول محتاج اعمل ما يدعى ايه؟ كونسرفيتيف تريتمنت اللي هي احافظ على حياته، اعمل له ستيبلايزيشن عشان ما ينفعش هو كده ادخله في سيرجري. طيب انا قلت لك ان يا دوب هديتني رقبته هتوجعه، هديتني رجله هتوجعه، ده غير ان عينيه فيها فيها سينوبليجيا، فده معناها ايه؟ ممكن كمان البيشنت يكون جاي لي كوما. فانا عندي اعمل حاجه اسمها كونسرفتيف تريتمنت. ايه الكونسرفتيف تريتمنت دي؟ قال لك في البدايه طبعا المفروض اعمل اير واي مانجمنت، اعمل كلوز هيمودايناميك مونيتورنج، اعمل سبورتيف تريتمنت، اعمل بريفنشن تريتمنت كوميونيكيشن. طيب وقال لك طبعا لان البيشنت بيكون اريتيتد والميجر اريتيشن ده المفروض يعمل ايه؟ يكون فريست، احطه في مكان ما اقعدش انقله من مكان لمكان، ما اعملش اريتيشن اكتر، سواء كان يعني اساسا قلت لك ممكن يكون الهيماتوما ديت او البلط ده عامل اريتيشن للاوكيولار ماسل ونيرفس، فانا عايزه يبقى في مكان هادي. تمام، بعد كده بيقول لك ايه بقى؟
الكلام هنا معمول كتريتمنت للكوميونيكيشن، هو مش كاتب الكوميونيكيشن. طيب انا عندي في كوميونيكيشن هتحصل ايه؟ اول حاجه من الكوميونيكيشن، بص انا البيشنت ده كان عنده شريان وحصل في رابشر الانيوريزم، فكان مستقيم القوس طبعا للصبع الاثنين هيمرج، احنا قلنا الانيوريزم، فما يحصل رابشر للانيوريزم ده بعد شويه هيجي ايه يحصل بلاد كلوت وتقفل في المكان. يبقى انا هستنتج من كده اول حاجه في الكوميونيكيشن اللي ممكن تحصل لي ان اللي هيحصل لايسز للكلوت دي. طيب مين اللي هيشيلها؟ حاجه اسمها هيحصل لها فيبرين لايسز، فعشان كده هعطي حاجه تمنع تكسير الفيبرين ده، يعني هعطي حاجه اسمها انتي فيبرينوليتيك، يعني حاجه تمنع تكسير ايه؟ تمنع تكسير الفيبرين، يعني هسيب الفيبرين في مكانها. يبقى كده منعت انه يحصل اول كومبليكيشن وهي ريبليدنج. طيب بس انا كده قللت الدم اللي ماشي، فهي كوست بينفيت. تمام. طيب هعطي ايه؟ قال لك هتعطي لا اما الانتي فيبرينوليتيك لما ترانزجلاميك اسيد او امينوكوبريك اسيد عشان امنع ايه اللايسيس بتاع الكوت اند ريكورنت بليدنج. يبقى ده اول علاج للكومبليكيشن بتاعتي. طيب بعد كده عشان امنع برضو الريبليدنج هعمل ايه كبوسيبيليتي اللي انا ممكن عندي الانيوريزم ممكن الانتراكرينال بريشر ده ممكن يعمل لي ريبليدنج ازاي؟ انا عندي الانتراكرينال بريشر العالي ده ممكن لو عندي انيوريزم وانيوريزم ثانيه وانيوريزم ثالثه ممكن يعمل لي رابشر للبليدنج، فعشان كده المفروض اعمل كنترول للايه؟ للانتركرينيال بريشر. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك ان انا هعطي له بعد كده الكومبليكيشن اللي عندي بعد كده حاجه اسمها هيدروسيفلس، ودي من ايرلي كومبليكيشن. ليه؟ لان الدم، ودي مش مكتوبه هنا طبعا، لان الدم اللي في السب اركنيد سبيس هيعمل اوبستراكشن للسي اس اف فلو، وهتظهر لي لو في هيدروسيفلس هتظهر لي في السي تي. طيب بعد كده عندي من الكومبليكيشن عندي ممكن تكون ايرلي زي ما انا قلت لك زي الايه الريكورنت بليدنج، بس في حاجه عندي من الكومبليكيشن اسمها ديليد، اسمها ايه؟ اسمها ديليد اسكيميا. لا هيحصل اسكيميا ديت، افتكر معايا ان قلت لك في الاستروك ان الاسكيميا ديت معناها الاو 2 والجلوكوز اسورس انرجي قل، فيحصل حتى من المخ هتموت، وعلى حسب طبعا لو كانت اكتر من 24 ساعه فديت استروك، اقل من 24 ساعه والبيشنت رجع نورمال وزي الفل وكل حاجه، يبقى دي اسمها ايه؟ سي اي اي ترانزيت اسكيميك اتاك. طيب ليه هيحصل الاسكيميا دي؟ بص معايا كده بيجيب اللي هي هنا اهي. بص قال لك اول سبب هيبقى عندي سيريبرال فازوس بازم. السيريبرال فازوس بازم ده حصل ليه؟ هو في الاول هيعمل لي اسكيميا. طيب هيحصل ليه؟ بيقول لك لان عندك ان البلاد لايس البلاد اللي طلع من السبارخنيد سيز ده هيعمل لي ايه؟ هيحصل له لايسز وهيطلع لي حاجه اسمها اوكسي هيموجلوبين. الاوكسي هيموجلوبين ديت هتعمل لي سموث موسل كونتراكشن ونارونج ليومن. هتعمل كده ازاي؟ قال لك عن طريق انتري اوف كالسيوم ايون انتو سموث موسل. طيب يبقى انا عندي حصل اول كومبليكيشن عندي وهي ايه؟ الريبليدنج. هعالجها ازاي؟ اعطي اللي هو الدواء ده الانتي فايبرينيتيك. تاني كومبليكيشن وهي ايه؟ الديليد اسكيميا. هعالجها ازاي؟ هي حصلت ليه اساسا؟ حصلت لان اهو حصلت لان حصل فازوس باز فعليه، وحصلت الانتري اوف كالسيوم ايون انتو سموث موسل، فعليه هدي ايه؟ هدي كالسيوم مشين بلوكر اللي هو نيمودوبين عشان يمنع السيريبرال فازوس باز، وهيمنع بالتالي كده السيريبرال اسكيميك ستروك. طيب في سبب تاني اهو، قال لك لان انا عندي انتراكرينال بريشر عمال يعلى، صح؟ تمام. وبالتالي ان السيستميك بلاد بريشر ممكن الانتراكرينال بريشر يعلى عن السيستميك بلاد بريشر، فده هيمنع ايه؟ هيمنع ان البلاد اللي طالع من الهارت يوصل للبرين، وده السبب اللي بيدخله اساسا في كوما. اهو بص بيقول لك ان الاكيوتلي انكريز انتراكرينال بريشر اباف سيستميك سيستوليك بريشر هو ده اللي هيعمل هيحصل ايه؟ تمبرال ريست اوف سيريبرال فلو، وده اللي هيدخلي في ترانزيت لوس اوف كونشسنس، ده اللي هيدعملي في كوما، هيدخله اساسا في كوما. فعشان كده انا قلت لك طبعا اهو هعمل كنترول للانتراكرينال بريشر، وكمان اساسا عايز اعمل كنترول فين؟ الهايبر بريشر ده اللي هو الهايبر بريشر اللي عند اللي هو سيستوليك ده المفروض اقلله، لان ممكن لو هو زايد قوي ممكن يعمل لي كمان رابشر للانيوريزم. يبقى انا عندي دلوقتي الريبليدنج، انا عليك الريبليدنج بيه عليكها اول حاجه بالانتي فيبرينوليتيك، ممكن كمان يحصل الريبليدنج ده
بالهاي بلاد بريشر، فهعمل كنترول للايه للبلاد بريشر. بس قال لك خلي بالك ان لما تعمل كنترول للبلاد بريشر ما تقللوش قوي عشان ما تقللش السيربرال بلاد فلو، عشان انت حاسس يبقى السيربرال بلاد لسه في دم طالع من الهارت للبرين. طيب يبقى انا دلوقتي ايه قلت لك هعالج اول حاجه الايرلي كومبليكيشن وهي ايه الريكرنت بليدنج بايه؟ هعالجها بالانتيفايبرينوليتيك. طيب تاني حاجه اللي هي ديليت كومبليكيشن اللي هي ديليت سيرفس اسكيميك ستروك، وقلنا سببها ان بيحصل البلاد لايسس بيطلع الهيموجلوبين بيعمل كونتراكشن في الاسموس ماسل، فهعمل ادي كالسيوم شانل بلوكر وهي النيمودوبين. وده على فكره السيريبرال اسكيميك اتاك ديت السيريبرال اسكيميك ديليت كومبليكيشن ديت هي اللي فسرت لي ده هي النقطه دي معايا، هي اللي فسرت لي الفوكال مانيفيستيشن اهو الهيموبليجيا والحاجات دي بتحصل عشان ارتيريال فازوس بازم، وما يحصل فازوس بازم هادي كالسيوم شانل بلوكر. تمام نرجع تاني تريتمنت. اوكي طيب انا قلت لك دلوقتي مناعه الريبليدنج بالكنترول بروبرجر والانتي فايبرونيتك. طبعا الانتي فايبرونيتك دي لها ايه؟ لها كونتر انديكيشن ينفع تبقى تقدر تشوفها فين؟ في انا تقريبا حاططها هنا. اوكي الكلام ده هيبقى موجود في الديسكربشن تحت. تمام طيب. بعد كده قال لك في التريتمنت بعد ما عملت كونسيرفيتيف حافظت على البيشنت اوريدي، عندك حاجتين لا اما نعمل له سيرجري او ما نعملوش سيرجري، بتفرقوا عن بعض في ايه؟ قال لك طبعا الاحسن اللي هو الامبولايزيشن او الكوينينج اهو. بص قال لك عشان اعالج الانيوريزم ذا موست افكتيف تريتمنت ريديوس ذا ريسك اوف بليدنج از ايرلي اوكلوجن اوف ذا انيوريزم فروم ذا سيركيليشن كوزنج ذا بليد، والتريتمنت بتاعها ايزر اندوفاسكولار او سيرجيكال. اندوفاسكولار دي هيدخل كده وزي ما يكون بيحشي الانيوريزم ده، او يعمل لها سيرجيكال باي بوزيشن كليب اون اتس نيك. قال لك طبعا اندوفاسكولار تريتمنت هاز ادفانتج اوف افويدنج كرينيتومي اند الاو مور رابيد ريكفري افتر ذا بروسيجر. تمام بس هي المفروض يعمل فولو اب. ايه اللي بيحصل بقى عندي في الكوينينج ده؟ الصوره بتاعتها اهيت ده الاندوفاسكولار بيدخل كده ويعمل لها الكلام موجود في التكست كويس قوي شرح العمليه دي بتحصل ازاي، الكلام موجود في الديسكربشن برضه. طيب السيرجيكال هيعملها ازاي؟ ممكن يعمل كليبنج، هو ده الصوره ليه. تمام طيب يبقى دلوقتي كده خلصت التريتمنت اللي هو هعمل له كونسرفيتيف تريتمنت البيشنت اريتيتد وكل ده، هعمل له اخليه فريست. تمام ولان الانتراكرينال بريشر العالي ده ممكن اساسا يقلل يكون اكتر من سيستميك بلاد بريشر فيقلل السيريبرال بلاد فلو اللي طالع من القلب، لا انا هعمل له كنترول. طيب تمام وكمان عندي من الايرلي كومبليكيشن ممكن اللي هي ريكورنت بليدنج هعطيه انتي فايبرونيتيك. طيب والديليت كومبليكيشن اللي هي الايه؟ اللي هي السيريبرال اسكيميا حصلت ليه؟ لان بيطلع لي من البلاد لايسن حاجه اسمها اوكسيهيموجلوبين، وفي حاجات ثانيه برضه بس منها الاكسوهيموجلوبين المهم دي اللي هتعمل لي ايه؟ كونتراكشن للسموس ماسل فاعطي كالسيوم شانل بلوكر. طبعا بقول لك افويد ستريننج لان ديت من البريسبتيشن فاكتور لايه؟ للربشر بتاعت الانيوريزم. او بعد كده اما الحاله تتحسن هشوف اللي هعمل له ادخله اعمل له انجيوجراف عشان اعرف مكان بالظبط الانيوريزم فين واعرف هو مكان اكسسبل ولا لا، وبعدين يا اما اعمل له سيرجيكال او امبوليزيشن هي كويلينج. طب امال ايه الستيريو تاكتيك راديو سيرفي؟ انا قلت لك من احدى الاسباب اللي ممكن تعمل لي سبارافيوت هيموريج هي الانجيوماتوس مال فورميشن، فقال لك هنستخدم الانجيوماتوس مال فورميشن ديت ما يدعى بايه؟ ستيريوتاكتيك راديو سيروم. تمام طيب كده خلصنا التريتمنت والسبارافيوت هيموريج خلص. في كيس واحده بس انترستنج، انت عايز تقفل اوريدي عادي بس هو الكيس دي كويس قوي. طيب بيقول لك ايه؟ جالنا بيشنت في ميل جالها جت بريزنتد بايه؟ بصدم مايجرين، صدم مايجرين وكونفيوجن. دي اول حاجه هتقول لي اللي هي ايه؟ الاوبسيت بتاعها صدم. وتاني حاجه قال لك معاها نيوكال هيدك اللي هو اوكسيبيتال هيدك برضه ده بيسبورت اللي هي سبارتنيد هيمرج. وبعدين قال لك الباست هيستوري بتاعها انزايتي ديبريشن سبستنس ابيوز، خلي بالك من الحته دي قوي كويس قوي. طيب عملت لها سي تي، خلي بالك انا قلت لك الفيرست انفستيجيشن هو البرين سي تي نون كونتراست، لقوا فيها سيربرال هيموريج وده المكان بتاعها.
عاملين لها انجيو سي تي لو ايه في انيوريزم لوكيتد في البيس اوف رايت كاروتيد ارتير. دي الصوره بتاعته اهي. اوكي ده الانيوريزم. نكمل القراءه. قال لك عملوا لها التريتمنت، ما عملوش سيرجي، عملوا اندوفاسكولار اللي هم ايه زي ما بيكون بيحشوها كده از ايمرجنسي بروسيجر اندر جنرال انستيزيا عشان يعملوا ايه امبوليزيشن انيوريزم دي. تمام. بعد كده بقى اهو دخلوا خلاص وعملوها. تمام. بعد كده قال لك بوست اوبراتيف نقلوها الاي سي يو عشان يعملوا واعطوها ايه اورال ليمودبين. ليه؟ عشان يمنعوا الفاسوس بازم. تمام. طيب اهو هي كان انيوريزم اهو بعد ما عملوا الكويلنج وكل حاجه. دي صورتها، دي بري تريتمنت، دي بوست تريتمنت. لسه الكيس ما خلصتش. انترستنج الكيس دي. المهم بيقول لك بعد في اليوم السابع وهي لسه في الاي سي يو لقوا في حصل مصل ويكنس ابيرد في اللفت لام. والمهم عملوا مش عملوا البرنسي عملوا لقوا ان حصل في اكسلريشن البلاد فلو فيلوسيتي في الميدل سيربرال ارتري. ده معناه ايه؟ اما يقول لك ان البلاد فلو زايد معناها ان في فازو كونستريكشن. تمام. اما الفازو كونستريكشن هيبقى في فازو كونستريكشن هيبقى عندك بلاد فلو فيلوسيتي زايد، فده معناها ان في فازو سبازم. طيب الفازو سبازم ده حصل ليه؟ خليها في اخر الكيس دلوقتي. طيب عملوا برين سي تي ما لقوش حاجه، عملوا بقى سي تي انجيوجراف. اهو بص عملوا سي تي انجيوجراف لقوا ايه؟ لقوا في ديفيوز سيريبرال فازوس بازم. البيشنت ودوه تاني الاي سي يو واندر وود سيديشن وهيبوثيرميا واعطوا له اهو ويز انترا ارتيريال انفيوجن اوف نيمودبين. بس قال لك لان الفولوينج دي لسه الفازوس بازم لسه كلينيكلي لسه الفازوس بازم عنده عندها كلينيكلي بيرسيستنس فعملوا ايه؟ ترانس اليومينال بالون انجيوبلاست. اهو دعامه ركبوا دعامه. تمام. دي البري وده البوست ده بعد ما ركبوه. تمام. بعد كده البيشنت شوت جرادوال امبروفمنت اوف ذا ماسل فانكشن اوف ذا ليفت ليج وخلوها تمشي على الكالسيوم شانل بلوكر ثيرابي واز كونتينيد انتل اليوم 21. تمام. الكيس دي بقى بيقول لك ان ذيس كيس اوكيرنس للسيفير فازوزيز مايت بي اكسبلينت توجذر. يعني هو حصل عشان السبأراكنويد كمان عشان الكوكين ابيوز. تمام. يبقى دي كده السبأراكنويد هيمورج عموما بداية من الديفينيشن بداية من بعدين بتاعنا الايكيولوجي والكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت. اي كلام زياده هتلاقوه في الديسكريبشن. بس كده. ثانك يو وستي توند فور ذا نيكست ايبيزود هيبقى فيها هتتكلم عن الافيزيا والسبيشال ديس اوردر. ليتس هوب. ثانك يو.